الكرة عند فريق الفيصلاوي يرسل العرضية والرأسية موجودة. الله يقلص النتيجة الفريق الفيصلاوي في آخر الثواني من حمدان الشمراني المدافع الذي يقوم بدور المهاجمين ويسجل هدف أول، يسجل هدف أول وقلص النتيجة للفريق الفيصلاوي. هنا الرأسية الممتازة لا وجود للتغطية لوحدة، حمدان يرسل الكرة بعد أن ارتطمت بالعارضة تدخل وتسكن شباكية الفريق الأحدي وشباك أغناتي نستروف. هدف ثاني فيصلاوي وهدف أول فيصلاوي. ممتاز الهدف من فريق الفيصلي، وقت مهم جداً.